نظمت حركة أمل شعبة معركي والفوج الحسيني الأول في كشفت الرسالة الإسلامية معركي مسيرة كشفية حاشدة بمشاركة أهالي البلدة لمناسبة الذكرى السنوية للاستشهادي أحمد قصير سمير. المسيرة التي جابت شوارع البلدة رفعت خلالها الرايات الحركية والكشفية وصور الاستشهادي أحمد قصير مع الشهيد القائد محمد سعد، بالإضافة إلى صور الشهداء. المسيرة انتهت عند أضرحة الشهداء في البلدة، حيث عزفت الفرقة الموسيقية في الكشافة النشيد الوطني اللبناني ونشيد حركة أمل، ثم ألقى المسؤول التنظيمي للمنطقة الرابعة حسين معنا كلمة بالمناسبة. ستبقى أمل بقوة دمكم أيها الشهداء منارة الدروب، ماضية في خطها الجهادي بقيادة النبيه، دفاعا عن لبنان وعن الإنسان وعن قيام الدولة ونهوض مؤسساتها في وطن قوي مقاوم يستعيد عافيته وينهض من بين الركام. يمكنني أن أقول أن العملية البطولية التي قام بها أخي وحبيبي سمير. ثم تم عرض وصية الشهيد القائد محمد سعد بصوته على شاشة كبيرة يعلن فيها عن العملية الاستشهادية التي نفذها الشهيد أحمد قصير وغيرها من العمليات الاستشهادية. كانت لوجه الله وليس لسياسة على الإطلاق